أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: نحن نرسل الأموال إلى بلدنا، وطريقة الإرسال نقوم بدفع المال لرجل هنا وهو يكلم وكيله هناك في بلدنا، ويستلم أهلنا المال في نفس اليوم أو في اليوم التالي، فهل هذه المعاملة صحيحة؟ والله هذه مشكلة، لكن لو شريت العملة التي تريد إرسالها إلى بلدك شريتها هنا وأرسلتها هي، هذا أحوط وأبرى للذمة. أما أنك تعطيها واحد ويدفع بدالها في بلد آخر، هذا صرف ولا يجوز تأخير العوض فيه، إلا إن كان من باب إن هذا أخذها دينا في ذمته، ما أخذها على أن الصرف، أخذها دينا في ذمته ويقضيك هذا الدين في البلد الآخر فلا بأس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.